لا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام الجناح السوري لتنظيم القاعدة في ريف حماة، حيث استطاع النظام بسط سيطرته على بلدة خوين بعد تمهيد بالقصف المدفعي والجوي. وأدت الاشتباكات والقصف إلى موجة نزوح واسعة في صفوف المدنيين. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا بلال الغاوي. مشاهدي قناة اليوم الفضائية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن بريف حماة الشمالي، حيث لا تزال المعارك والاشتباكات ما بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام على جبهات الريف الشرقي والشمال الشرقي، على جبهة الخوين والشاكوزية ورهجان. أيضا استطاعت قوات النظام بسط سيطرتها على بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي، طبعا بعد اشتباكات عنيفة ما بين قوات النظام والفصائل المشاركة أيضا من الجيش الحر، بعد تمهيد عنيف من راجمات الصواريخ وعشرات الغارات الجوية تشهدها المنطقة، وأيضا حركة نزوح مستمرة من المناطق الشرقية خوفا من تقدم قوات النظام من ارتكاب أي مجازر بحق المدنيين. طبعا استطاع الجيش الحر يوم أمس أيضا عن تدمير دبابة لقوات النظام على بلدة الشاكوزية، وأيضا تدمير مدفع 23 لقوات النظام بصاروخ ميم دال من نوع تاو. طبعا من الريف الشمالي تتعارض بلدتي اللطامنة وكفر زيتا إلى عشرات الغارات الجوية وأيضا عشرات القذائف المدفعية والصاروخية من قبل قوات النظام من بلدة حلفية. أما بالنسبة للطيران الاستطاع فهو لا يغادر المنطقة بشكل عام ليتم رصد أي تجمع مدني ليتم استهدافه فيما بعد. كان معكم بلال الغاوي، قناة اليوم الفضائية، ريف حماة.